يصدق البعض أن هذه الصور في ألمانيا في عز أشهر الصيف. تغرق الشوارع، تنكفئ السيارات أو تغمرها المياه، هي الفيضانات الأسوأ في أكبر بلدان القارة الأوروبية. تسببت حتى الآن في مقتل العشرات وفقدان المئات تحت أنقاض المنازل المدمرة. مقاطعة راينلاند بالاتينات غربي البلاد تعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أمطار غزيرة لم تتوقف منذ أيام. 94 لترا من الأمطار في المتر المربع الواحد خلال ساعات قليلة سوت عشرات المنازل بالأرض. على الحدود تصارع بلجيكا الكارثة ذاتها، تعلن حالة الطوارئ لمواجهة موجة مطرية لم تشهدها الدولة الأوروبية منذ سنوات طوال، لتكون الحصيلة عشرات القتلى والمصابين كحال جارتها الشرقية. وفي هولندا المجاورة ضربت الفيضانات مقاطعة ليمبورغ. تقول السلطات إن الأمطار أصبحت بالغة الخطورة بعد أن تحولت إلى أنهار فائقة السرعة، كما نصحت بالابتعاد عنها نسبة لقوة التيارات المحملة بالأنقاض، وحذرت من أن الأنهار المحملة بأكثر من طاقتها من المياه ستفيض عن مجراها حتى منتصف الأسبوع المقبل. وفي سويسرا رفعت السلطات التحذير من ارتفاع مستوى المياه في بحيرة لوسيرن، وقررت منع إبحار القوارب والسفن فيها، كما توقعت المزيد من العواصف في أجزاء من غرب ووسط البلاد حتى بداية الأسبوع المقبل. إلى أقصى شرق أوروبا وتحديدا في تركيا، قتلى ومفقودون جراء فيضانات وسيول جارفة يشهدها الساحل الشمالي الشرقي المطل على البحر الأسود، بينما أكدت وزارة الداخلية أن البحث لا يزال جاريا عن عدد آخر من المفقودين، محذرة من احتمالية ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.